ترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رؤية لجنة التخطيط لتحديث وتطوير قطاع الناشئين على أرض الواقع باهتمامه الواضح بتصعيد العديد من العناصر الموهوبة للتدريب في استاد التتش مع أبناء الرداء الأحمر. وتولي لجنة التخطيط وبإشراف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي اهتماما خاصا بقطاع الناشئين، وظهرت بوضوح في التعاقد مع تشيكي بروكيتش ليكون مديرا فنيا مع خالد بيبو رئيس القطاع. ورغم تأثر العالم الكروي بفيروس كورونا، لكن بدأت ثمار هذا الاهتمام تظهر بوضوح في خروج عدد من الناشئين للإعارة في أندية أخرى، وهي التجربة التي نجحت منذ تطبيقها قبل عامين، ثم تصعيد عدد آخر للتدريب مع الفريق الأول لتكون مواهب على طريق النجومية بالتتش. وشهدت الأيام الماضية استدعاء بيتسو موسيماني المدير الفني 12 لاعبا للتدريب مع الفريق الأول، وهم أحمد طارق سليمان وحمزة علاء في تدريبات حراس المرمى مع علي لطفي تحت إشراف يانكو ميشيل ومحمد حسام ميدو ومصطفى إلياس ومحمد أشرف وأحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي ووليد مصطفى وحسوم محمد وعمر رزق وأحمد الشامي وأحمد سيد غريب وأحمد نبيل كوكا. أهلا بحضراتكم من جديد. خطة كبيرة بتحطها لجنة التخطيط وكابتن محمود الخطيب علشان قطاع الناشئين، القطاع المهم جدا، القطاع اللي على مدار سنين وأعوام وفي كل الأجيال دايما بتلاقي أبناء وأولاد النادي الأهلي موجودين في الفريق الأول، فده شيء مهم جدا. السنة دي فيه اهتمام كبير جدا، الاهتمام بدأ من بداية الموسم بالدمج والاهتمام بالملاعب ويعني وتخصيص ميزانية كبيرة لقطاع الناشئين، وكمان يعني استقدام لاعبين من أندية أخرى. دلوقتي بقيت بتشتري لعيبة مميزة عشان تحطها في قطاع الناشئين، علشان يعني المبالغ الأرقام الكبيرة اللي بدأنا نشوفها كمان في الدوري الممتاز، فمهم جدا أنك أنت النهاردة تهتم بهذا القطاع الكبير. كمان شفنا مدير فني أجنبي على أعلى مستوى عامل يعني طفرة وعامل كمان يعني شغل عالي سواء مع اللاعبين أو المدربين. النهارده معايا اتنين من اللاعبين ان شاء الله اللي احنا بنتوقع ان يكونوا موجودين معانا او يكونوا موجودين في الفريق الاول، اتنين خامات ما شاء الله مبشره سلوكيا على اعلى مستوى، فنيا كمان على اعلى مستوى. معانا النهارده الاحمدان احمد طارق سليمان، المرحب بيك. يعني كابتن انا مبسوط ان انا معاك النهارده. ومعايا كمان يعني احمد اشرف، يعني من اللعيبه المميزه جدا وكان حصلت له ظروف اصابه قوية جدا، لكن بالعزيمة والإرادة رجع تاني وما شاء الله رجع أحسن من الأول. بنرحب بيك أبو حميد. أهلا بحضرتك كابتن، وأنا مبسوط إن أنا متواجد مع حضرتك النهاردة. وأنا سعيد إنكم موجودين معايا. مين الأكبر بس عشان نبدأ بينا الأول؟ أحمد بقى طارق. أحمد طارق هو الأكبر. أنت في البداية مواليد كام يا أبو حميد؟ 2000 يا كابتن. مواليد 2000. 2000 اللي بتلعب مع فريق الشباب، مواليد 99. صح؟ أنت في النادي الأهلي من كام سنة يا أبو حميد؟ من وانا عندي 9 سنين، يعني حوالي 11-12 سنه بالظبط. 11-12 سنه. لا احنا عايزينك تحكي كده، عايزينك. لا انا بقالي، انا الحمد لله بقالي فتره كبيره في النادي، 11-12 سنه تقريبا نص عمري يعني. الحمد لله يعني كنت طول الفتره اللي قضيتها في النادي فعلا عرفت يعني ايه معنى اللعيب اللي يعني كنت دايما اسمعها وانا صغير، شخصيه لعيب نادي، شخصيه لعيب نادي، عرفتها فعلا على مدار السنين. حتى لو انا بلعب في الشارع مع اصحابي عايز تكسب، ان انا لازم اكسب. بالنسبه لي لو خرجت متعادل ده بالنسبه لي خساره. يعني حسيت ان انا قدرت ان انا في حاجات النادي ربها فيا من غير ما انا احس، عرفت قيمتها وانا خلاص قريب ان انا بقالي سنه يعني هضطر ان انا اطلع عرى. عرفت قد ايه ان انا متعلق بالمكان وبالنادي وحتى يعني بالكيان نفسه، ان انا كل يوم بروح النادي عندي تمرين في الوقت المعين، بقى مسؤوليه خلاص ان انا عارف ان انا عندي تمرين الساعه 7 الصبح الساعه 1، انا عارف ان في حاجه في يومي شغلاني ان انا لازم هنام عشانها كويس، هاكل عشانها كويس، حتى ان انا احافظ على نفسي، ان انا حاجات كتير النادي عرف ان هو ينميها فيا وانا مش واخد بالي. فاكر اول يوم دخلت فيه في الاختبارات في النادي الاهلي؟ ده يوم تاريخي. طب احكي لنا كده. بالنسبه لي ان انا كنت داخل وكان ساعتها والدي كان موجود مدرب حراس مرمى. احمد طارق هو نجل الكابتن طارق سليمان. كان ساعتها هو مدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين. بس هو دخلني ان انا
حارس مرمى مواليد 2000، لما السن بتاع الاختبار بتاع ال 2000 ان انا سن اتسمح ان انا ابقى موجود في النادي، ان انا لاعب عادي زي اي حد. ودخلت رحت 3 مرات. المدربين كان كابتن تامر سوي ساعتها، كان كابتن ياسر مصطفى، هما يعني كانوا ساعتها هما اللي موجودين في الاختبار، فهم ما كانواش يعرفوا يعني انا مين ولا يعني ما تقالش انك انت ابن كابتن طارق سليمان عشان يعني يتوصل ليك ولا لا، انت دخلت زي اي حد عادي. فاول ما دخلت فخلاص خلصت، وهم يعني عايزيني ابصم بقى اللي هي البصمه، كنت مبسوط جدا. فهو بيسالني والدك فين؟ فانا بشاور جوه الملعب، فهو كابتن تامر وكابتن ياسر بشاور على مين يعني. فيسالني تاني فشاورت جوه الملعب، فبيبص فلاقي كابتن طارق سليمان. فبعد كده عرف ان انا فعلا، وساعتها كنت حاسس لما كبرت براحه نفسيه قد ايه والدي ان هو قدر ان هو يدخلني النادي يعني بمجهودي الشخصي. حاجه ما حدش هيقدرها كتير، بس انا كل ما ابقى جوه النادي وابقى عارف ان انا موجود بمجهودي الشخصي وان انا اول خطوه خدتها في حياتي، الحمد لله والدي قدر ان هو يحطني عليها لوحدي عشان يعلمني دايما ان انا في المكان ده بمجهودي الشخصي مش عشان هو. خامة ما شاء الله، خامه مبشره وحاجه جميله جدا. وهنسالك بقى عن دور الكابتن طارق دلوقتي بعد ما بقيت لعيب في النادي الاهلي بقى، وتصحيح الاخطاء لما يدخل فيك هدف، يعني في الحوار العائلي اللي بيدور في البيت. ابو حميد برضو نفس الكلام، يعني فاكر اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي؟ اكيد طبعا، يعني يوم ما يتنسيش. انا بقى لي حوالي كده 12 سنه في النادي الاهلي. دخلت انت عندك كام سنه دلوقتي؟ كام سنه دلوقتي؟ انا دلوقتي 19. دخلت النادي وانا عندي 7 سنين. ابتديت الاول في الاكاديميه. في اكاديميه مدينه نصر. وبعد كده طلعت للقطاع. كانش لسه الفريق بتاعي موجود، يعني كان اصغر سنة، كان مواليد 2000. يعني لسه بيجمعوا السن ده بالظبط. كان لسه كان 2000، كنت مع احمد يعني في الفرقه وقتها. كان كابتن امين عرابي هو اللي كان خدني من الاكاديميه في الفتره دي. كملت الموسم ده كله مع مواليد 2000 لغايه بقى ما الموسم الجديد اتكون فريق 2001، والحمد لله لغايه النهارده متواجد مع الفريق. طب افتكر لنا بقى مين المدربين من البدايه، وانت 7 سنين دخلت قطاع الناشئين النادي الاهلي، مين المدربين اللي عدوا عليك؟ عدى عليا طبعا مدربين كتير، ومدربين اتعلمت منهم كلهم طبعا حاجات كتيره جدا. عدى عليا كابتن عصام صلاح، كابتن احمد سراج، كابتن محمد شرف، طبعا ده ليه فضل كبير عليا بعد ربنا في اللي انا وصلت له. كابتن امين عرابي، في مدربين كتير يعني مش عايز انسى حد يعني. طيب احمد طارق، قول لي بقى يعني كابتن طارق يعني سابك في الاختبارات، ما قالش انت ابن مين بتاع وبدات انت بنفسك. دلوقتي بعد ما بقيت موجود دلوقتي بتشارك في مباريات الشباب، بقيت تطلع تتدرب في الفريق الاول، ابرز النصائح اللي بقدمها لك وانتوا قاعدين في البيت بقى، تمركز الكره دي المفروض كنت تطلع يعني القرارات دي؟ ده دايما اول حاجه اول ما اروح اول سؤال يعني، حتى عملت ايه اول سؤال؟ الماتش اتصور عشان نشوف بقى مع بعض نحلل بعد كده، ترجع تذاكر تاني نشوف الاخطاء والاجابات والسلبيات. فده اول سؤال، فتصور طب هنجيبه ازاي؟ تمام، مين اللي صور القناه؟ واجيب الماتش، وبعدين نقعد بقى نقطع اللقطات مع بعض. في كذا كنت المفروض اتصرف بشكل احسن، في كذا اتصرفت بشكل كويس. بس دايما بحاول من كل مره ان انا استفيد منه اكتر يعني. والدي دايما اتفرج على الماتشات كلها، فدايما يعتب عليا ان انا ممكن ما اتابعش زي ما هو بيتابع. يقول لي انت اكتر واحد تتابع، يعني انت تشوف. يقول لي ما تتابعش زي المشاهد العادي. كويس، انت بتتفرج عايز تشوف خطا، عايز تشوف ايجابيه، انت بعد كده ما تعملهاش. يقول لي هي دي الخبره من غير ما تلعب، ان دي الخبره اللي انت تقدر تكتسبها من غير ما تبقى موجود جوه الملعب. تقابل النقد منه لما مثلا بينقدك مثلا في هدف ولا حاجه؟ بجيب اخويا الصغير بقى ويدافع عني شويه يعني، عليه برضه حارس مرمى، نقعد بقى انا وهو لا دي صعبه، يقعد يدافع عني شويه بقى في بس يعني هو بيبقى بالنسبه لي في الاخر نقد بناء يعني، ان هو بستفيد منه يعني. انت شاركت وكنت موجود مع الفريق الاول فترات، وكنتوا موجودين كمان في المباراه الوديه السابقه مع الفريق الاول. تمام. يعني ابرز نصائح موسيماني ليكوا ايه؟ هو كان دايما بيتكلم ان احنا لازم الفتره اللي احنا فيها دي نستغل ان احنا قدرنا يعني ان احنا بقى اتاح لنا الفرصه ان احنا نتصعد. لان ده وقت، دي حاجه مميزه، لان النادي الاهلي نادي كبير. فانا يعني لاعب شاب لما ابقى موجود في فتره زي دي، دي حاجه هتضيف لي، هتضيف لي الفريق بتاعي. دي ابرز النقاط بتاعتك يا ابو حميد يعني في المباريات الصدات المميزه بتاعتك دي؟ كان فاكر كانت في مباراه ايه دي؟ كانت في مباراه اسوان. اتفضل كمل.
فيعني كان دايما يعرفنا ان انت استغل الوقت اللي انت فيه، استغل الفرصه اللي انت فيها. انت دلوقتي في مكان في ملايين تتمنى ان هو يبقى موجود، لعيبه شابه او لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز. فلازم انا في الفتره دي ابقى اكتر فتره بركز فيها، اكتر فتره بتمرن فيها كويس. ودايما ممكن هو في التمرين لو بيكلم حد من الشباب يعني يقولها ان انا مش عايز حد يتمشى في التمرين، بالذات للشباب، عايز كله تدي أقصى حاجة عندك. انت دلوقتي في اكتر سن تقدر تدي فيه افر، تقدر فيه يعني اقصى حاجه عندك تعرف تبذلها لازم تعملها في الفتره دي، لان بعد كده يعني انا عن نفسي باخدها بالناحيه دي. كل اللعيبه بتوع الدرجه الاولى ده وقت الاستثمار، ناس تعبت وكان مجهود و بيلعب بالخبره بالظبط. انما احنا لسه في الفتره ان انا ببني عشان بالظبط. احمد اشرف، من احلى الاهداف اللي انت احرزتها فاكر؟ مباراه بيراميدز. طب هاتوا لنا الهدف علشان يعني خلونا جاهزين على طول مع اول من الاهداف الحلوه جدا الهدف ده. طبعا يعني ده تقريبا بالنسبه لي يعني احسن هدف سجلته في حياتي يعني. فاكر الهدف ده احنا كنا بنذيعه هنا على قناه الاهلي، كان الماتش مباشر وقتها. مظبوط. طبعا من احلى الاهداف اللي انا بحبها يعني واللي انا سجلتها في حياتي. بس يعني كان حصلت ذكرى كده مع الهدف في نفس المباراه صح بعديها. فالحمد لله يعني فتره وعدت الحمد لله. كان بس انت الحمد لله يعني بعد الاصابه، هي كانت اصابه يعني رباط صليبي في المباراه دي، كان احمد ما شاء الله طلعه قويه جدا، والمباراه كنا بنذاعها هنا على قناه الاهلي ما شاء الله سمع يعني مع الناس كلها، لكن قدر يعدي الاصابه وما شاء الله يرجع كمان افضل من الاول. الحمد لله، هو زي كان اختبار من ربنا يعني، كان صعب شويه بس الحمد لله عدى. طيب شوف الهدف، شوف الهدف وخليك تكمل دلوقتي. هدف من الاهداف الحلوه، علق لنا انت بقى على الهدف بيمينك. ده عاصم، ده عاصم. راح في حته صعبه. جون من احلى اللي جون، زي ما قلت علق لنا انت بقى على الهدف. لا، الاول الكره كانت مع عاصم، كان حارس المرمى لعيبه طويله. فتوقعت انا ان المدافع ممكن يعني غير اتجاهه، فتوقعت ان المدافع ممكن يحطها في المكان ده. فانا رحت عليها، الحمد لله طبعا كان فيها توفيق من ربنا قبل اي حاجه. قدرت ابص على حارس المرمى برضو ان هو لقيته قافل الزاويه الضيقه، فحطيتها في البعيده يعني الحمد لله. الهدف بيطارد معانا كمان من الاهداف الحلوه جدا. مين المدرب اللي انت يعني في قطاع الناشئين كان ليه بصمه كبيره عليك وتعلمت منه حاجات كتير؟ كابتن محمد شرف. محمد شرف. اشتغلت مع كابتن شرف كام سنه في قطاع الناشئين؟ ثلاث سنين. مع فريق 2001 الاول. وقعدت معاه موسم مع مواليد 2000. طبعا كابتن شرف ده يعني زي والدي بالظبط يعني. كل اللي انا فيه ده طبعا يعني بعد ربنا، طبعا هو ليه بصمه كبيره قوي عليا بعد كابتن محمد شرف. ما شاء الله من المدربين المميزين، وبتمنى له التوفيق كمان يعني في المهمه الجديده مع الانتاج الحربي. احمد طارق سليمان، قول لي بقى انت تدرس ايه دلوقتي؟ انا في اكاديميه بحريه. كليه هندسه. كليه هندسه ما شاء الله. طب قول لي بقى، الهندسه دي يعني كليه صعبه، منظم ازاي الوقت ما بين الدراسه وما بين التدريبات؟ بحاول على قد ما اقدر يعني ان انا اعرف احافظ على وقتي، ما اضيعش وقت كتير، ان انا دايما بحاول اصحى بدري. لو في حاجه قبل التمرين اعرف اخلصها بخلصها، يعني بعد التمرين بيبقى الموضوع مرهق جدا. وكمان الظروف التوقف اللي احنا فيها والاونلاين بالنسبه لي اسهل شويه من ان انا ابقى متواجد كل يوم في الجامعه عشان الاتندنس وكده، فبيبقى بالنسبه لي ان انا الفتره دي اسهل شويه بالنسبه لي. بس يا ربنا يا رب يعدي الوباء ده على خير ونرجع نعيش حياتنا الطبيعيه تاني ان شاء الله. مين المدرب في قطاع الناشئين اللي ترك بصمه عندك وعلمك وصاحب فضل عليك في مشوارك وزي ما بيقولوا كده يعني اسسك؟ قعدت فتره كبيره اول ما بدات خالص. انا بدات مع كمدرب حراس مرمى ولا مدير فني؟ مدرب. لا، كمدرب حراس مرمى او مدير فني حتى يعني اللي بصم عليه. اللي قعد معايا فتره طويله كان كابتن تامر دسوقي، قعد معايا فتره طويله. ويعني كلنا بالنسبه لحراس مرمى كلها بيبقى يعني بنكمل بعض. يعني باخد من المدرب ده احسن حاجه عنده، المدرب ده احسن حاجه عنده. كان معايا كابتن تامر دسوقي ومعايا دلوقتي كابتن ايهاب خميس. كل المدربين اتمرنت معاهم فعلا، واتمرنت فتره مع كابتن ابراهيم عبد العزيز وكمان المدربين الكبار كابتن ابراهيم. فمن كل يعني
خدت من كل واحد اكتر حاجه استفيد بيها. وده اللي بحبه، ان انا دايما كان والدي مثلا كنت ابقى متعلق بمدرب يقول لي مفيش في الكوره ان انا اتعلق بمدرب، ممكن احبه ويسيب لي بصمه في حياتي، انما لازم ابقى عارف ان انا هيجي لي فتره وهضطر ان انا ابقى مع حد تاني، لازم اتعلم من كل الناس اللي وده شيء جميل. احمد اشرف بتلعب تحت المهاجم، يمين ولا شمال ولا زي قفشه كده؟ لا زي قفشه، انا بلعب اللي هو المركز 8 و10. 8 و10 يعني في اي حته تحت اللي هي في نص الملعب الهجومي. طيب قول لي بقى، يعني لما بتتفرج على الفريق الاول نادي الاهلي، ايه ابرز الحاجات اللي انت لما بتقعد تتفرج على قفشه وانت بتقول ان انا بلعب في المكان بتاع قفشه، يعني اللي انت ممكن تتعلمها من قفشه او تحاول تقلده فيها؟ لا هو قفشه طبعا لعيب كبير، يعني يعتبر دلوقتي احسن صانع العاب في مصر. بتعلم منه طبعا تحركاته، سرعه تفكيره في الكوره قبل ما يجيله بيبقى عارف هيعمل فيها ايه. كمان الفتره الاخيره ابتدى يتطور من نفسه كمان، في بالذات في موضوع التهديف وموضوع الاسيستات، ارقامه زادت يعني الفتره الاخيره دي. بتقعد تتفرج على ماتشات الفريق الاول وتتعلم من المكان اللي انت بتلعب فيه؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا، يعني احنا بالنسبه لنا احنا كلاعيبه الكوره احنا ما بنتفرج على ماتشات، مش زينا زي الجمهور او زي المشاهد. انت بتتفرج بتبص اللعيب اللي في المركز بتاعك بيعمل ايه، وطبعا بتحاول تتعلم منه يعني. كويس. ده زي ما احنا شايفين ده ملخص لمباراه الفريق الاول، المباراه الوديه اللي انتوا شاركتوا فيها، كانت مباراه مهمه وتجربه مهمه، يعني استفدتوا منها بشكل كبير. اكيد طبعا، هو طبعا في البدايه كونك ان انت تبقى متواجد مع الفريق الاول بالنادي الاهلي ده طبعا حلم كبير بالنسبه لنا. والتجربه دي يعني اول مره تحصل الكام سنه الاخيره دي. استفدنا طبعا كتير، بتتعامل مع لعيبه تعتبر احسن لعيبه في افريقيا، فخبرات طبعا بنكتسبها وبنتعلم يعني كل يوم حاجه جديده. احمد طارق، اول ما طلعتوا الفريق الاول مين اول واحد من اللعيبه واقف معاك واتكلم معاك وكان بيديكوا ثقه ان احنا يعني كل الظروف دي احنا مرينا بيها واحنا صغيرين؟ لكن انت دي مش اول مره تطلع فريق اول، يعني سبق قبل كده انت طلعت قبل كده مرات كتير. كان اول مره طلعت فيها كان يوم 22/1/2017. ما شاء الله حافظ التاريخ. كان حتى لسه ساعتها التمرين كان كابتن حسام البدري هو اللي يعني تولي قياده الفريق، وكان التمرين كان لسه في الدفاع الجوي، كان يعني كان في حاجه في التتش، كانوا في تصليحات وكان التمرين في الدفاع الجوي. فكان الرهبه اقل شويه، لان احنا كان بالنسبه لنا رهبه ان احنا نخش تتش. انا ومصطفى شوبير طالعين في نفس التوقيت، نخش مختار التتش دي كانت بالنسبه لنا حاجه ثانيه يعني. بس احنا انا حظي حلو ان انا حضرت كابتن حسام غالي وحضرت كابتن حسام متعب في الاواخر خالص. بتفرج ازاي كابتن حسام، يعني هو ليدر جوه الملعب، هو يعني هو بره الملعب ليدر، ده اللي بيخليه ليدر اكتر جوه الملعب. يعني هو بيعمل حاجات جوه اوضه اللبس، انا اول ما دخلت يعني ما تقلقوش احنا كلنا هنا واحد، احنا اتمرن اهم حاجه كويس، ركز في التمرين، ما تبقاش متوتر. بالنسبه لي يعني الناس اللي كنت بشوفها في التلفزيون خلاص بقى معايا في التمرين، كنت عندي 17 سنه فما كنتش قادر ان انا ادرك الامر، وكان ساعتها والدي هو مدرب الحراس المرمى، فالموضوع كان في صعوبه اكبر. كان الموضوع طبعا صعوبه اكبر، يعني مش عارف هل انا مضطر اثبت نفسي عشان انا ناشئ صاعد، ولا مضطر اثبت نفسي اكتر عشان انا والدي بيمرن. فكان وانت بتتكلم في الحته دي بتحس ان اسم طارق سليمان يعني ممكن يكون بيسبب مشاكل شويه لاحمد، ولا انت بتعتز ان طبعا هو والدك وكابتن طارق سليمان ده يعني مدرب كبير، ولا شايف الامر ازاي؟ بحس الموضوع تحدي اكتر. تحدي يعني بقول ان انا جوه نفسي لو انا كنت مثلا يعني يعني والدي مش مدرب حراس مرمى، مش ما كانش لاعب، ما كان مرنش حراس مرمى النادي الاهلي، بحس ان انا ما كنتش هلاقي تحدي كبير زي ده. انا بالنسبه لي ده تحدي ان انا اقدر اثبت لكل الناس ان انا موجود هنا عشان خاطر انا احمد طارق من غير سليمان، يعني انا موجود عشان انا استحق ده فعلا، واخليه هو في يوم من الايام يعتز بيا ان هو فعلا قدر ان هو يربيني صح او ياسسني صح وخلينا اتواجد في نادي يقدر يربيني، لان هو مش موجود معايا كل يوم. انا معظم الوقت بقضيه في النادي، فهو حطني في مكان صح يقدر يربيني ان انا فعلا اخليه يعتز بيا في يوم من الايام. وهي متوقفه دايما يعني فنيات وشخصيه النادي الاهلي اللي انت بتقول عليها. الهدف ده اخباره ايه؟ صعب جدا ينصر مفاجاه، احنا بس بتزعلك شويه مننا معلش، بس هدف من الاهداف الحلوه
عنصر مفاجاه كوره رايحه. الكابتن طارق لما شاف الهدف ده قال لك ايه؟ قول لنا. قال لي انا ما توقعتش بصراحه من بدر بنون ان هو يعمل يعني خلي بالك انت بتحاول عليه ورايح معاه لكن عنصر المفاجاه فيها مهم جدا. يعني انا ما توقعتش من بدر بنون ان هو يعمل دبل كيك ابدا جوه ال 18 لان هو برده مركزه قدام يعني احنا حراس المرمى ويقول لك دايما لعيبه الكوره قدام يعني فانا متوقع يعني مش هتحصل حاجه زي دي. كويس هنجيب لك صدات دلوقتي حلوه برضه مش هيبقى كلها اهداف. احمد قول لي بقى اول يعني التمرينه اللي انت كانت اول تدريبه ليك مع الفريق الاول دي ولا كان سبق انك انت طلعت مع الفريق الاول قبل كده؟ لا انا كنت طلعت الاول مع كابتن حسام البدري برضو من فتره برضه. كنت طلعت لعبت مباراه وديه وطلعت برضو من حوالي 3 شهور مع مستر موسيماني برضو قعدت حوالي 10 ايام بس رجعت بقى كانت فتره المنتخب عندنا معسكر. انت كنت في الفتره بتاعت الكابتن ربيع سير جيل ما شاء الله جيل خساره الجيل ده انه ما كانش يكمل ويلعب كاس امم ويروح كاس عالم. هي نصيب الحمد لله وان شاء الله لسه عندنا منتخب اولمبي نقدر ان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني في. طب قول لي مين من اللعيبه لما بتطلع واحنا كنا زيكم كده اول ما بنطلع اللعيبه الكبار عناصر خبره دايما بياخد اللعيب الصغير يديله ثقه ويتكلم معاه، مين من اللعيبه اللي احتضنكم اول ما طلعت؟ هو بص يا كابتن هو بصراحة اللعيبة كلها يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك لعيب بعينه بس لا بصراحة اللعيبة كلها سواء لعيبة جهاز الناس كلها بصراحة يعني وهي دي النقطة اللي ما تلاقيهاش غير في النادي الاهلي. اللعيبة الكبيرة بتعرف ازاي تحتضن وتحتوي اللعيبة الصغيرة. انت من اول ما بتدخل الأوضة خلاص انت بيوصلك درجة ان انت زيك زيه انت بقالك سنين في المكان ده. فلا بصراحة اللعيبة كلها يعني ما ودي زي ما قلت لحضرتك دي النقطه اللي مش موجوده غير في حته غير في النادي الاهلي. طب وابرز تعليمات موسيماني كانت ليك ايه في الملعب او حتى في المحاضره اللي كانت قبل المباراه الوديه دي؟ وليه طبعا التعليمات الفنيه بالنسبه لي هو يحب اللمسه ولعبه واللمسه واحده بالنسبه للاعب نص الملعب. كان دايما يقول لي قبل ما الكره تجي لي لازم ابقى عارف انا هعمل ايه. يقول لي لازم اللي هي تبقى عامل سكان للملعب كله تبقى شايف الملعب كله. كان بيجيب لنا لقطات يفرجنا اللعيبه الكبيره سواء بقى في برشلونه في بايرن ميونخ اللعيبه كلها. يقول لك بص اللعيب في مركزك بيعمل ايه. ده مستر موسيماني. كويس قوي. فلا طبعا نصايح يعني مش هلاقيها في حته ثانيه يعني. مهم جدا وخلي بالك هو يعني حظكم الحلو لما بيكون المدير الفني بتاع الفريق الاول بيحب الناشئين يعني بيحب يعتمد على الناشئين. هو كمان كان موجود في صن داونز كان في مباراه مهمه وصعبه ما عندوش مشكله بيلعب بناشئين وفي ظروف صعبه وعنده ثقه كبيره فيهم فده شيء مهم. انا عرفت ان احمد يعني اكاديميه بحريه كليه هندسه. انت ايه كمان؟ انا في تجاره انجلش في جامعه حلوان. منظم امورك ودراستك كله زي الفل. الحمد لله لازم دي تمشي مع دي يعني طبعا لاعب كره متعلم طبعا تفرق كتير في حياتك يعني بيفرق في شخصيتك وفي الملعب كمان. استسمحكم نروح لفاصل بعد الفاصل استكمل حواري مع ضيوفي احمد طارق سليمان واحمد اشرف. اهلا بحضراتكم من جديد يعني برحب بضيوف المره الثانيه احمد طارق سليمان واحمد اشرف اثنين من اللعيبه ما شاء الله داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي سلوكيا على اعلى مستوى وكمان فنيا انتظروهم قريبا في الفريق الاول. احمد طارق عايز اكلمك عن عوده المسابقات. كانت المسابقات توقفت خلال الفتره اللي فاتت لكن التدريبات ما توقفتش داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي تحسبا لعوده المسابقات مره اخرى. خلاص انتوا يعني بعد ايام قليله هنبدا ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي اول مباراه لينا في الدوري بعد العوده مع المقاولين ان شاء الله في المقاولين. الحمد لله احنا ماشيين اول الدوري كويس مع كابتن عمرو انور وفعلا ما حصلش توقف خالص للتمرين من ساعه القرار بتاع التاجيل واحنا من اول يوم لحد النهارده ما اخدناش راحه خالص يعني الحمد لله بنتمرن جاهزين عشان احنا عايزين نحافظ على اللي احنا وصلنا له يعني. انتوا ماشيين كنتوا قبل التوقف اول مسابقه فرق كان فرق 4 بوينت بيننا وبين المنافس اللي بعدينا والحمد لله يعني لو المجهود ان احنا نقعد ونريح هنضيع المجهود اللي احنا عملناه لان احنا خدنا شوط طويل فلازم نكمل اللي احنا بداناه. جيب لك دلوقتي الصدات بتاعتك بعد زي ما قلت لك الجون اللي جابه بدر بانون فبجيب لك بقى اللقطات الحلوه دلوقتي دي من المباريات اللي انت كنت يعني مميز فيها. كابتن عمرو انور عامل معاكم شغل ما شاء الله هايل. ما شاء الله. السنه اللي فاتت حسمتوا البطوله والسنه اللي قبلها والسنه دي برضو تعتبروا
انتوا الاقرب اللي حصل البطوله. اقرب ناس. احنا الحمد لله ماشيين كويس. ومن السنه اللي فاتت يعني كابتن عمرو، اسعد كابتن عمرو ان هو قريب مننا يعني احنا مش يعني في حاجات بتبقى مش عارف تقولها للمدير الفني ازاي. كابتن عمرو يعني زي اخ كبير ووالدي في نفس الوقت. بيعرف يحتوي اللعيبه كلها ويعرف ان هو كويس. كلنا عايز اشوف معاك الصدات دي واللقطات دي يعني تتكلم معانا فيها. المباراه دي كانت في الدوري مع اسوان. الملعب هناك اسوان في اسوان. بنلعب وسط الناس هناك طبعا، وسط البيوت يعني. الناس هناك متعصبه طبعا، عايزين فرقه اسوان تكسب. بنلعب على ارضهم وواخدين مشوار طويل سفر. فالماتش كان صعب جدا. الماتش ده خلص 2-0. كانت 1-0 لحد الدقيقه 88 وقدرنا ان احنا نحسم الماتش في الاخر يعني. يعني هدفين في الثواني الاخيره. انما مميز انت في الكرات الطوليه او الكرات العرضيه، مهم جدا حارس المرمى يمتاز بالطول عشان يقدر يتعامل مع الكره. بتريح الناس اللي حواليا كلهم يعني. بيبقى خطوره ان انا لو الكوره في المنطقه دي اتحط بالمسافه دي بتبقى صعبه عليا ان انا العب على الكوره الثانيه. فبحاول على قد ما اقدر ان انا من الاول خلاص انهي الفرصه بتاعت المنافس في الكوره عاليه انا بالنسبه لي، عشان كمان الجامب بتاعي وبعدين ايديا، فباخد مساحه اكبر شويه من اللعيبه جوه ال 18 يعني. كمان لو اي حد لمسني ياخد فاول يعني. طبعا. احمد، عايزين بقى نتكلم عن برضو شكل المسابقه والمنافسه في فريق 2001. ماشيين ازاي في الدوري قبل التوقف؟ احنا الحمد لله ماشيين اول. الدوري خلاص اول ماتش لينا بعد العوده يوم السبت اللي جاي. فاضل لنا تلعبوا الجدول نزل خلاص. فاضل هنلعب طلائع الجيش في الجيش عندهم ان شاء الله. فاضل لنا ان شاء الله 3 ماتشات المتبقين في الموسم كله يعني. الموسم كله. طب كويس، يعني انتوا هتخلصوا الدوري قبل رمضان. احنا بالظبط نفس الكلام فريق الشباب. هو اخر ماتش يوم 12. فهي كلها 10 ايام يعني ان شاء الله، 3 ماتشات ببطوله يعني ان شاء الله. مين الفريق الثاني اللي ماشي بعديكم؟ احنا ماشي تحتنا سيراميكا كليوباترا. سيراميكا مركز ثاني. الفارق كبير ولا قريب؟ 3 نقط. 3 نقط يعني مباراه. يعني العمليه قريبه لازم بالظبط. تركيز كبير. الموسم ده بسبب ظروف الكورونا في موسم استثنائي السنه دي، اتقسمت مجاميع الاول. بتصعد اول 3. فاحنا دلوقتي 8 فرق يعني. فطبعا لو تعادلت ماتش الدنيا بتبقى صعبه يعني. فمطالب ان انت ماتشات كؤوس كلها دلوقتي طبعا. ان انت لازم تكسب. واحنا بنوعدكم هنا ان شاء الله لو اخذتوا البطوله كل فرقه هنجيبها هنا ونعمل لها احتفاليه كبيره ان شاء الله في قناه الاهلي يعني مناسبه انكم اخذتوا الدوري. مين المدير الفني عندكم؟ انا عندي كابتن سيد غريب الفتره الاخيره دي يعني. مدرب هايل كابتن سيد غريب. طبعا هو كان الاول بدا الموسم معانا كابتن ياسر رضوان. بس مشي وكابتن معتز دقينه مسك فتره. وبعدين كابتن سيد غريب هو ماشي معانا بقى له حوالي 5 ماتشات كده. الحمد لله ماشيين كويس جدا. بنزيد كل يوم. كابتن سيد غريب طبعا التكتيك اللي بيديه لنا، المحاضرات الفنيه، قريب من اللعيبه كلها. فالحمد لله ماشيين كويس وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكملها نحسم البطوله يعني قريب ان شاء الله. ان شاء الله. طارق، عايز بقى اكلمك عن مستوى الشناوي. مستوى الشناوي ما شاء الله يعني من احسن الحراس دلوقتي الموجوده في افريقيا. طبعا. كمان موجوده في مصر. شايف مستوى الشناوي وانت طموحاتك يعني كاحمد طارق سليمان انك توصل في يوم من الايام تبقى زي مستوى الشناوي كده والحارس الاول في مصر وفي افريقيا؟ هو يعني مثلي الاعلى يعني في كل حاجه يعني. كابتن محمد الشناوي خلاص انا داخل على المرحله اللي هو عدى بيها، ان انا في سن الشباب واخر سنه مرحله ليا هطلع اعاره. محمد الشناوي قعد 8 سنين اعاره بره النادي الاهلي. لا، وده بيديني انا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل يعني. فضل يلعب وراح من نادي لنادي لحد ما رجع، واول سنه رجع فيها او تاني سنه بقى لعب كاس عالم. واول ماتش ليه خد مان اوف ذا ماتش في كاس العالم. فالحاجات دي كلها بتديني مؤشرات ان انا مفيش حاجه اسمها مستحيل. مفيش حاجه اسمها ان انا عشان خرجت من النادي ان انا مش هعرف ارجع تاني وابقى ارجع في مكاني. كابتن محمد الشناوي يعني غير المستوى اللي هو واصل له دلوقتي، هو معانا احنا كمان جوه الملعب. دي النقطه اللي عايز اتكلم عليها، نقطه مهمه. وهو بيكلمك انت كاحمد طارق سليمان وكمصطفى شوبير كمان وكحمزه علاء، اللعيبه الحراس الصاعدين الواعدين اللي بيطلعوا كمان، التعامل بيتم ازاي مع محمد الشناوي؟ عمره ما حسست ان احنا في بينا وبينه فرق سن كبير يعني. دايما لان دايما طبعا لما بتتمرن مع نجم كبير زي الشناوي بتبقى فيه شويه توتر، شويه مش عارف تتعامل ازاي. هو دايما بيلغي بيسهلها علينا فعلا في التمرين في لان احنا كحراس مرمى بنشوط على بعض بنسلم بعض. هو دايما شايل الحاجز اللي بيننا ده. انا على الصوره الشخصيه بحبه جدا يعني.
احمد يعني ايضا برضو عايز اكلمك عن اللعيبه المميزه في ريال اللي انت يعني في مركزك. احنا كلمنا عن قفشه، مين تاني من اللعيبه اللي بتعجبك اللي انت برضو يعني بتتابعها بشكل كبير وبتتعلم منهم؟ انا بحب طبعا كابتن عمرو السوليه وناصر ماهر. يعني ناصر ماهر خريج قطاع الناشئين. ناصر انا حضرته ايام الناشئين، ولا لعيب كبير طبعا وبتعلم منه كتير، يعني سواء هو سواء كابتن عمرو السوليه سواء كابتن قفشه، لعيبه كبيره طبعا وبنتعلم منهم يعني كل يوم. شايف ازاي تجربه الاعارات؟ يعني احنا قلنا دلوقتي الشناوي في فتره من الفترات خرج بره النادي الاهلي ورجع مره ثانيه، ناصر ماهر برضو خرج. شايف فكره الاعارات ازاي، خاصه حتى لو انت الفتره دي ممكن ما بتشاركش في الفريق الاول او فرصك تكون كبيره، لكن شايف ازاي ممكن اطلع اعاره وارجع تاني؟ شايفها ازاي؟ تجربه ناجحه طبعا فكره الاعاره دي، ان فرصه اللعب في النادي الاهلي بتبقى صعبه في الاول بالنسبه للشباب او الناشئ اللي طالع. فانت لما بتطلع اعاره بتطلع بتلعب بتاخد خبرات، بتكتسب ثقه، بتكتسب خبره، الناس بتتفرج عليك، تقدر ترجع في اقرب وقت يعني في النادي، بتكون خلاص بقى يعني خدت الخبرات اللي انت بتبقى ناقصاك وانت طالع من الشباب يعني. فبتبقى طبعا تجربه ناجحه يعني. طب وده شيء مهم جدا كمان، بيديك يعني تقل في النواحي الفنيه لما بتلعب في منافسه اكبر. احمد طارق عايز اروح لفاصل، بس قبل الفاصل هسالك واخد منك الجواب بعد الفاصل. شايف مستوى الشناوي ازاي اتطور في بدايه الهجمه من تحت وهو بيشتغل برجليه كانه لاعب، وكمان في ضربات الجزاء؟ هعرف الاجابه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خبر عاجل دلوقتي جالنا حالا، الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهضيبي واحالتهما الى التحقيق غدا، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق الذي يتنافى مع سياسه النادي وثوابته. مره ثانيه، الاهلي يقرر ايقاف هنا جوده ومريم الهضيبي واحالتهما الى التحقيق غدا، وذلك لقيامهما بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق الذي يتنافى مع سياسة النادي وثوابته. أحمد طارق سليمان، كنا بنتكلم عن محمد الشناوي. محمد الشناوي ما شاء الله اتطور في حتتين مهمين جدا. شايف ازاي دلوقتي محمد الشناوي بدأ يبدأ الهجمة من تحت كأنه لاعب بيحضر الهجمة، بقى في ثقة كبيرة في المدافعين لما يرجعوا له الكرة، والتطور الثاني كمان في ركلات الجزاء. شفنا في كاس مصر النادي الاهلي بيحقق بطوله كاس مصر بفضل الله ثم محمد الشناوي ايضا طبعا. كمان في كاس العالم للانديه وتحقيق الميداليه البرونزيه. هو بيبقى دايما لان الكابتن ميشيل لاناكون مدرب الحرس المرمى الحالي دايما بشكل اساسي في التمرين، يعني حتى احنا كحراس مرمى واحنا بنشتغل بنلعب لبعض برجلينا. يعني بيبقى الموضوع صعب شويه لان عايز الموضوع عايز دقه. فانا كل يوم لما باجي اشتغل نفس ان انا اشتغل بشغل اكتر مركز على ان انا ابدا الهجمه من تحت برجلي. حتى احنا في التمرين بنعمل نفس الشكل بتاع الماتش، ان يبقى في حارس مرمى في الجول واثنين حراس مرمى تاني يفتحوا اكنهم سردباكات. بنعمل نفس الشكل بتاع الماتش ونحاول نعمل شكل زي الماتش بالظبط، ان انا اقدر جوه التمرين اشتغل نفس اللي بيجي لي يعني اللي بيتم في المباراه. ميشيل يانكو اللي بيعمله في التدريبات هو بالظبط. فانا كل يوم في الجرعه التدريبيه ده اساسي. حتى بشتغل برجلي، بنشغل بعض برجلينا، ده بيبقى عايز دقه اكتر لان السنس بتاع الشوطه لما اجي اشوط الكوره بيبقى عامل ازاي، المستوى بتاع ارتفاعها، كل ده بيحسن ان انا لما اجي العب برجلي ابقى افضل. طيب في ركلات الجزاء بقى، شفنا محمد الشناوي دلوقتي لما بتيجي ركلات جزاء على النادي الاهلي يعني بنقعد بنسبه كبيره الحمد لله مطمنين طبعا. مكان ده عندك حارس يقدر يتعامل معاه، كسبنا في مباراه افريقيا في الوداد، كسبنا في كاس عالم الانديه، كلها مؤثره، كلها ضربات جزاء مؤثره في اوقات مؤثره جدا يعني. برضه اشتغل على ميشيل يانكو في التدريب ولا بتبقى اكتر موهبه عند الشناوي؟ هي بتبقى اكتر توفيق، ده رقم توفيق واحد. توفيق طبعا. وتاني حاجه ان انا ما بقاش مستعجل وانا في ضربه الجزاء، يعني دايما اللاعب اللي قدامي طول ما بيبقى شايفني ثابت جوه الجول ما بتحركش ولا سنتي بيحصل له زي توتر ان هو في لعيبه كتير دلوقتي عايز يحط الكوره في نص الجول. فطول ما انا ثابت بحاول اوصل له ان انا في اي وقت يعني بثبت لحد اخر لحظه وابدا ان انا اتعامل. احمد اشرف، بروكيتش مدير الفني الاجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي عامل بصمه كبيره، يعني ابرز التعليمات اللي بيقولها لكم دايما في التدريبات وهو متواجد معاكم في المباريات كمان.
هو طبعا ان هو يبقى موجود خبير اجنبي لاول مره في النادي الاهلي من سنوات طويله، دي طبعا نقله تانية يعني بالنسبه لنا احنا كلعيبه. هو بينقل لنا الفكر اللي موجود في اوروبا دلوقتي، سواء بقى من تمارين، من تكتيك، من بره الملعب، حتى ازاي تتعامل، تصرفاتك ازاي، يومك يبقى ازاي. فنقله طبعا كبيره بالنسبه لنا يعني. وهو كمان مدرب كويس جدا، فبنستفيد منه كل يوم يعني. طيب عايز اعرف الفرق بقى ما بين تمرين الفريق الاول والتمرين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. وطبعا تمرين الفريق الاول حاجه تانية يعني. تكفي ان انت بتتمرن مع احسن لعيبه في مصر واحسن لعيبه في افريقيا، بتتعلم خبرات، بتتعلم ثقه، تقل. وفي الناشئين برضو، الناشئين طبعا معانا مدربين كويسين جدا. بس انا بالنسبه لي طبعا الدرجه الاولى يعني حلم بالنسبه لي يعني. اخيرا مين مثلك الاعلى؟ محمد صلاح. محمد صلاح، نفسك تكون زي محمد صلاح في يوم من الايام؟ اكيد اكيد طبعا، ومش بعيده يعني، مش صعبه ان شاء الله تكون زي محمد صلاح واحسن كمان. محمد بإذن صلاح الله. الشرف دايما بيك. طارق سليمان، قول لي بقى مين مثلك الاعلى؟ جوه مصر ولا بره مصر؟ جوه مصر وبره مصر اللي انت عايزه. جوه مصر بالنسبه لي رقم واحد محمد الشناوي. بره مصر؟ مانويل نوير. نوير حارس مرمى بايرن ميونخ. بالنسبه لي هما الاثنين اعظم حراس مرمى يعني، داخل مصر وخارج مصر. ان شاء الله يعني نشوفكم حاجه كبيره في المستقبل. وانا استمتعت بالحوار معاكم انتوا الاثنين، وقريب كمان نشوفكم كمان من العناصر الاساسيه في الفريق الاول. يا رب. بشكرك ابو حميد. حبيبي يا كابتن. بشكرك يا ابو حميد. حبيبي يا كابتن. احمدين خلاص. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. ويعني بشكر ضيوفي احمد طارق سليمان واحمد اشرف، اثنين فعلا يعني شخصيه النادي الاهلي، اثنين على اعلى مستوى من السلوك، على اعلى مستوى من الفنيات. لو خدوا فرصه اكيد في الفريق الاول ان شاء الله هيكونوا موجودين في الفريق الاول، وقريبا كمان في السنوات القادمه هنشوفهم ان شاء الله حاجه مبشره في الفريق الاول. ايضا كمان قبل نهايه حلقتنا، يعني مجلس الوزراء استعدادا بقى لشهر رمضان الكريم، تمت الموافقه خلال الاجتماع اللي انتهى منذ يعني قليل على استئناف المسابقات الرياضيه المختلفه للناشئين، لمنح الحافز الرياضي لطلاب المراحل التعليميه المختلفه، وعدم السماح باقامه الدورات الرمضانيه في الاماكن المفتوحه او المغلقه. ده خبر يخص قطاعات الناشئين خلال الفتره القادمه، واللي احنا كنا بننادي من هنا من اول يوم منذ توقف المسابقات على استكمال بطوله المسابقات. النهارده مجلس الوزراء اكد على كلامنا وقال ان مسابقات الناشئين هتستكمل خلال الفتره القادمه عشان الحافز الرياضي، وكمان اكدوا على عدم اقامه الدورات الرمضانيه في الاماكن المفتوحه او المغلقه علشان التجمعات، وحفاظا على الشباب وحفاظا على الناس عشان فيروس كورونا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا. ربنا يحفظ مصر والمصريين. نشوفكم الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من الاشبال. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.